ايش خالتي جاي اسلم على سلمى. خالتي جاي اسلم على سلمى دريت انهم هون. يلا يا ابني لحظة. حبيبتي. وين كنت؟ وين؟ صار لك كم يوم ما سألت عني؟ لي. قلت لحالي برقدان تشتاقي لي أكثر. ماشي. هالمرة رح سامحك. يقدر خيرك. طيب بابا، ما بدك تاخذني لعند عمته فايزة؟ لأنه هذيك المرة وعدتني. غير مرة، هالمرة بس اجيت اطمن عليكي. ماما تخانقت مع عذاب خناقة كبيرة، هيك اجت حدت ببيت جدو. نادي لأمي. ماما! ماما! كيفك نورا؟ أهلين تاج. تي منيحة؟ إيه أنا منيحة، كل شيء تمام. سمعت انكم هون، فاتي حالي بيجي سلم على سلمى وبعطيها مصروفها. يسلم. بابا المرة الجاية بدك تاخذني لعند عمتي، ماشي؟ كرز، مراندي لك شغلة. إذا بيوم هيك حسيتي حالك خايفة أو في خطر عليك أو على سلمى، بتقولي لي فوري. أنا جاهز، حتى لو ما قعدنا مع بعض يعني. يلا. سلام بابا. وي وحده وي الثانيه. لا تعزبي امي. حاضر بابا. ما تاخذوني، ما بعرف عنها شيء أساساً. هي كل الوقت بتكذب لك، حتى هي من وين ما خلتني أعرف. أي معلومة؟ أي معلومة خواجة بتفيدنا؟ أي معلومة وبتفيدنا؟ معناته الموضوع في إنا. حكولي شو القصة؟ عم أقول لك سرقت لي صيغتي، يعني تحويشة عمري. وأنت شو دخلها؟ أدري ليش حاطتني هون؟ سرقة وصارت بنص المحل، واقف عم أتفرج يعني؟ سمعت إياها. بتعرفوا هذا المحل قديش عمره؟ وشو ماري علي فيه؟ 30 سنة، وأي شغل بيصير تحت سقفه لازم أدرى فيه وأخذ نصيبي منه. أنا شغل؟ شغل. خلص، انتدلنا نلاقيها وقلك عندي بس يرجعوا الذهبات حلوان مرتب، شو رأيك؟ إذا هيك ماشي الحال. خلص لك أروحوا أنتوا هلا على شغلكم، وأنا إذا عرفت عنها أي شيء بخبركم. هالمعلومة يعني وبتفيدني. على أمان يا فرعون. شو جابك لهون؟ لسه ما ضبطي. أنا عندي ولد عمره سنتين، إذا ما اشتغلت كل ليلة ما بياكل. طيب خذي هاد اللون ولا عاد تجي إلا إذا ارتحتي مزبوط. حقك من هداك الحيوان عندي. ما يهمك، شغلتنا متعودين على هيك نمر. يلا بخاطركم.